تاتمباركا أو خالتمباركا هو عنوان المسرحية الجديدة التي تعكف فرقة مسرح الأكواريوم على إنهاء آخر لمساتها قبل عرضها في عدد من المسارح بالمغرب وخارجه. مسرحية خالتمباركا تحكي عن عالم النساء في البيوت التقليدية بإحدى مدن المغرب الشمالية. كانت كتعيش النساء في المغرب اللي هي في واحد البلاصة محافظة مدينة تطوان أو الشمال بصفة عامة. كنعرفوه باللي كان واحد المنطقة اللي هي غيزيرفين الناس ما عندهمش واحد التحرر ما عندهمش واحد التفتح. حنا كنهضروا على التحرر والتفتح خارج البيت، ولكن داخل البيت كاين تفتح من نوع آخر. بالنسبة لنعيمة زيطان مخرجة الفرقة، يأتي موضوع هذه المسرحية لينضاف لرصيد راكمته منذ إنشائها في أواخر التسعينات، والذي يتميز باهتمامه الخاص بقضايا النساء في المجتمع المغربي. فرقة مسرح الأكواريوم كتشتغل بالخصوص على القضية ديال المرأة، ولكن المواضيع مختلفة. فمن تناول موضوع العنف ضد النساء بجرأة في مسرحية أزرق زائد أحمر يساوي بنفسجي، إلى الدعوة لتغيير قانون الأسرة في مسرحية حكايات نساء، إلى المساهمة في التعريف بهذا القانون بعد تعديله في مسرحية شقائق النعمان، تنقلت الفرقة بين عدد من المحطات التي تبين التزامها القوي بقضية أرادتها محور جل أعمالها. بطبيعة الحال كنعملوا مسرح باش نقولوا شي حاجة، باش نمروا خطاب، باش نقولوا فكرة، باش نعبروا على مبدأ، على رؤية للحياة، الإنسان، العالم. وكيقولوا كان كيحب مراته بزاف. سجل المسرح المغربي في السنوات الأخيرة مساهمة هامة في نصرة قضايا النساء والدعوة لتمكينهن من حقوقهن على مختلف الأصعدة، وذلك سواء من خلال أعمال فرقة الأكواريوم أو التاكون أو غيرها من الفرق المسرحية التي تديرها طاقات شابة من خريجي وخريجات المعهد العالي للمسرح بشكل مكنهم من ضرب عصفورين بحجر واحد، الدفاع عن قضية وتحقيق تواصل أكبر مع الجمهور. الآن أنا غير في طور التجريب، غير كنجرب أولا ردود الفعل بالنسبة للمؤسسات اللي كتحتضن العروض، بالنسبة للصحافة المغربية، بالنسبة للنقاد، بالنسبة للجمهور. يعني غير كنشوف إذا أي حد حنا يمكننا نكونوا متسامحين مع العمل الإبداعي. لم تكد نعيمة زيطان تنتهي من إعداد مسرحيتها الحالية حتى كان تفكيرها منشغلا بأعمال مسرحية مقبلة تواصل من خلالها مسيرة متميزة لإحدى أصغر الفرق المسرحية المغربية سنا وأكثرها شهرة. منيب العافية، أخبر الآن، الرباط.